وصلت وصلت الريكفري برا اكيد. زين احكي قول لنا شنو شو اللي برا شنو؟ اول مره اشتري هلا تشوفوها ما بدك شويه اول مره سياره ما بتخليني الام لثلاث ايام خلاص بدي سياره تكون عندي عن جد اول مره بتصير خصوصي على اللون. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله. شو رايك باللون؟ ايش احمد؟ ايش احمد؟ هلا انا الكل بيعرف انا مش كثير من محبين البي ام دبليو بس بحب بي ام انيوي او ما بحب البي ام مذكره هي مشكلتها كلها من ورا البيضة هاي. اسمع اللون لون لون اللي خلاني اشتريها هو اللون. هلا صراحة انا جربت السيارة اكيد طبعا فحصناها وجربناها وكله صرنا يومين ثلاثة. عجبني الباور تبعها فشكلها حوديها على داينا على طول نعمل فيها رن لشوف شو الباور تبعها عشان هي المفروض تكون 500 بلس ماينس بس انا حاسسها حوالين 400 خلينا نشوف نعملها يعني. وراح اخبركم عن السياره بعدين شو حنعمل فيها وكله بس عن جد اول مره بدلع حالي ها. دائما ندفع السيارات وعلى الدريفت مليون سياره دريفت ودفع وهاي بس اول مره بدلع حالي مبسوط. داينو نرجع هون ونرفعها في كم شغله تك تك بدنا نسوي فيها بعدين مش عارف نعمل فيها برن اوت ولا لا ايش احمد؟ خلينا ترى ما مسجلها ما مسجلها لسه اظن كمان يومين مسجلها. في شغله كمان ما حكيناها عمار جاب سوبرا فقلب الموضوع عمار قلب حميد بس هو هذا بيك عمار صار على الياباني وانا قلبت على الالماني شو ذا؟ نوني وات شعار شو؟ لا بفتيت 2022 جي ار سوبرا رح نصور كل شيء هاي مفروض ان شاء الله نوصلها 1000 حصان واو رح نفرجيكم ستيب باي ستيب شو الشغل رح نعمل فيها شو الشغلات رح نجربها عليها بس تبيع محلى. ما توقعت بعمري رح احكيها بس الام 3 احلى ولا شو رايك حمد؟ انت زلمه ياباني ولا لا؟ انا ياباني بس هاي السياره غير ما معترف فيها صح؟ شو ما معترف فيها؟ سوبرا I cannot believe what I am hearing. Somebody stop me. طب الام 3؟ على فكره احدى الاسباب اللي بحب هذا اللون عشان سيات اللي بيعرف السيات زمان كانت تقريبا نفس هذا اللون، هذا اللون اسمه ياس مارينا بلو، حلو فيه بس بيجي على الام 3، يعني شفت وحده بيضة وشفت هاي بس هاي لما طلعت ما قدرت امسك حالي. على فكره ستوك كمان السوبرا هي كثير حلوه، يعني سعرها منطقي، حلو سوقتها، اوبشنز فيها حلوين، باور فيها حلو، تعديل، ف نشوف عمار شو بده يعمل فيها، بس برضه رح اسبقه بالبي ام. الحلو فيها فيك توصل على الستوك انجن بالام 3 تقريبا 700 وشوي حصان اذا بتتحكم بالتورك بالتيون بس الجير مش فيه مشكله يعني خلينا نشوف خلينا نسجلها بالاول اذا ما بفكر. صوته حلو ها هيك باسبورت تخيل انه هيك ستوك فيها كمان لهذا بوب كورن مع تشيز. That's so funny. هنجيب على نفس الداينر حطينا الام 3 البيضة عليها احسن يكون عنا بنش مارك.
راح اعرف انام. اضبط. تتذكر انه من سوينا الداينو على البيام البيضة ثاني يوم الصبح مقعدني دازلي صورها كل شيء. رايك؟ الله يسامحك يا ايمن. الله يسامحك ايمن هو صاحبنا اللي نزل ستوري لها كان بيعمل ديتيلينج على طول بعثت له. تعال شوف والله كان في شغله حلوه والله. زلمه محترم وائل. وائل شرينا منه السياره صراحه. شاب كثير محترم وصراحه مزوق ومن نوع اللي بجمع سيارات امباور فعنده كولكشن حلو بنفسه كثير بيدير باله على السياره يعني. اشوف تعال بنزين فل شكله عارف شريتها ما يشعب بنزين. لا فعلا هي اجت مش بوقتها عشان عم نعمل بروجكت جديد اللي لسه ما حكينا عنه. اخذنا محل جديد عم نشتغل بالاي 86 بالاردن وعم نشتغل بالسيرفر الاس 13 اللي بده يزالها مؤيد بالاردن فبهدلنا. اليوم احمد عازمني على العشاء فطور بكره وغدا وعشاء. صار عندي ام ولا هو عنده اي 30 ام 3 والله بس لونها لونها بيخزي مش زي هاي. بقتله اذا صار شيء. حتى من جوا حلوه. حلو الكونتراست ازرق واحمر. بالضبط ازرق والاحمر طالعين ظابطين زي عمار صراحه. والله انه وائل محترم. شوف شو اعطاني معها اغراض صراحه. قعدت معه ثلاث ساعات طلعت بمليون شغله. اعطاني معها بريكس خلاص. انت بس ضلك كابس على الكاميرا ايه انت مصورين لسه. باور تبعها مش بس هلا المعلم رح يزبط لنا اياها. يلا يا معلم مش عارف شغل. هي الكبسه هي اذا ما تسوي داينو مودي ما راح بعدين. معلش عشان طول عمره بسوق مازدا اول مره بيطلع بالمتر. وين خربها؟ ها طيب بعدين. اه والله اوف بصير اي بي اس مش شغال ولا شغال. اوف حسيت سيارة ضيفة بعد ما طلعت بالبيضة. هذا الجراف طبعا هذيك اليوم البيضة طلعوا التورك لوين طلعوا الأحمر. هاي من الواطي واطي شوي أحسن بس ميد رينج خلينا نحكي 4000 شغلات بس لا لازم تكون أكثر تورك واطي وكل شيء واطي. قلت لك ما سيارة مش سريعة. شكرا ما فيها بوست. ودي على المحل يلا. بس عادي لو أنا 200 حصان لسه حتضل السيارة. أهم شيء أنت مقتنع. من أول يوم مش عارفين إذا هو من تيون ولا هو من السيارة نفسها بس كلها شغل. اتوقع شغل تيون يعني. هلا عمار راح ينزل بوت مود عليها ينزل ستوك فايل بعدين ينزل الكاستم فايل يسجلها بدي اطلع فيها يا زلمه. ستوك فايل هلا شوف بديت لو كنت بلشت تحكي خلص دوامي الصبح بنزل عليه ستوك فايل. شوف الصور يلا يلا حبيبي. ناو 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 لازم اطلع عند المشوار. طيب الهورس باور ما بدي احكي كثير واطي بس التورك واطي عشان هيك ما بتحس بالدفش بالسياره. حتستغربوا انه اول شغله سويناها وديناها على الداينو بس عشان بنشتغل فيها مره واحده اذا فيها مشكله بالبي تي مشكله بالتيربوز مشكله هاي. فهلا عمار رح ينزل بوت مود يعملها كاستم تيون نشوف قد ايه بده يظبطنا عمار. اكسس اه نزل اس 55 عليها في ار اس اف انتركولر ابجريدد عليها تشارج بايب كمان تشارج بايب في ار اس اف وعليها انتكس دايناميك. انت حكيت شيء بالسياره المنيه مش فاهمها ليش حاطين حزام عشان انت حكيت عشان ما تزم. لا لما بتعمل الفلاش بالام دبليو بقول لك سيت بيلت شو لازم تحط سيت بيلت. اه واحد غير ما بنزل ما بنزل الفايل. الله الحركات هاي ما بحبها. حط الحزام ورا الظهر عشان ما يطلع الصوت. والله محترمين الالمانيين. اه والله هيك عشان هيك خطان ايش بدك تسوي؟ لا عم نحاول نحط الكوابل على السيارة مشان عمار ينزل فايل عليها. اضطر نحط الشارجر مشان ما تنزل بطاريته ينزل فايل. عمار
سولف لنا. رجع السيارة ستوك أول شيء، ونشوف البوست والفانوس كل السيارة رجعت طبيعية، بتكون مشكلة كانت بتكون ما رجعت طبيعية ضل الباور واطي في مشكلة بالسيارة. عم ننزل ستوك فايل. خلاص أول يوم. خلاص يا أحمد. رجع الباور. تكون موضوع تيون. اوكي لسه ما حطنا على الداينو. بس البات داينو فرق صراحة كتير. لسه هاد نزل فايل هو ستيج 2 اللي هو موجود الجنريك خلينا نحكي. بكرة عمار حط سيارة على الداينو كم مرة نعمل كاستم تيون. بس وين المشكلة؟ ما عليها كرانك هاب فما فينا نفتح بوست كتير. بس رح نشوف قديش بتطلع. نزل باور نركب بعدين يمكن كمان اسبوع جاي كرانك هاب. حط كرانك هاب اثنول. اطلب اطلب. السيارة هسه قعدت على الجك. ما تطلب يا ابدا مش متحمس ابدا 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 إيه. اوكي فاليوم اليوم الثاني شايفين وراي محمود بده يفك البريكس. وائل صراحه كمان هديه اعطانا مع السياره، اعطانا كاليبرز اكبر اللي هو 6 بيستن مع روتورز جداد مع ادابتر ان شاء الله يركبوا. واخيرا كمان عمار من الصبح بعث لي مسج عشان هيك انا جايب كثير انه الاي تي بيز اللي هو الثروتلات تبع الاي 86 بالاردن وصلوا. صار لي 3 اشهر بس استناهم. حلوين ها؟ نايس كلش نايس. هو كام بوليس كمان. اوكي بتعرف اجيكم كمان البريكس. هذا هو البريك اللي اعطاني اياه وائل. طلع دش كبير 6 بيستن شكله حيركب ان شاء الله يركب. محمود هتركبه ولا لا؟ بدنا نحط له زب تايت ادابتر غلط. يلا شوف شوف كيف عم يتخانقوا. طالي برا لو سمحت خانقوا برا. الكرتونه احنا وعدنا تصوير اللينك. بس بدنا اخذ التيشيرتات كله ما حلو شيء. رجعوا التيشيرتات والله ما برجع. نصور الحلقه بعدين. اوكي هلا عم نعمل تشيك اب كامل من تحت نشوف شو ذا بوشنجز. محمود لقط ليك زيت هون شكله في سيل والإكزاست كمان يعني هاي عليها كروبوفيتش. طلعوا كيف لازم يكون اللون. طلعوا كيف اللون هون. محمود عم يشيك عملنا لستة شو القطع نوصيهم بس يوصلوا نركبهم. بس بشكل عام السيارة كثير نظيفة من تحت. أكو أحد فرحان بالكاب مالته بال؟ كاب بعرف هي والله إذا مبين راسه كبير والله كيف والله كيف طقيق. اوكي صراحة تغيرت الخطة اضطرنا نوديع الداينو. صراحة كثير حابين نعرف كم هورس باور رح تطلع. رح نأجل موضوع الجنطات لبعد ما سجل السيارة ان شاء الله ان شاء الله ناخذ الرقم. صار لي 3 ايام عم بحاول ادور على رقم اللي هو الاف 8024 عشان هاي اف 80 ورقمي 24. واخيرا وصلنا للزلمة ان شاء الله يبينا اياه او يعطينا اياه هدية. نعملون مثل ما هي الفايل نزله امبارح عمار. بعدين عمار رح يعمل كاستم تيون وشفتوا بالفيديو وصينا الكرانك هب بده يومين حنجيبه نرفع هورس باور كمان. لسه ما سجلنا السيارة عملنا كل هذا. لسه السيارة باسم وائل كمان. اعطونا رأيكم بالكومنتس على موضوع الجنطات. فبالكومنتس حطوا نشوف كم واحد اسود كم واحد سيلفر. انا حابب احط سيلفر بس كمان الاسود حلو. ما اعرف كمان جايبين هاي الكامارو زي 28 اسم موديل اخر سبعينات صراحه بس كثير نضيف عليها موتور ال تي 1 قلنا وستوك اي سي يو عمار راح يبرمجها هاي اتش بي تيونر. بس صراحه كثير حلوه مشيتها حلوه وكلش حلو. بس من جوا تخيل هاي عاملينها ريستوريشن كامل. طلعوا كيف من جوا جديده. حلو كثير شغله صراحه اللون كثير حلو عليها. بدها سياره امريكي كلاسيك. لا ما تحبها امريكي. لا ميالك ما حبها امريكي. ما تحب الـ في سيارة واحدة بحبها بالإمارات شفتها بفلات 12 بسموها ديمون. موجودة كانت بفلات 12 هيك سودا ديمون تشالنجر. هاي يعني هاي الأمريكي الوحيد اللي ها ممكن سودا؟ سودا لا تقصد الفورد جي تي. يا زلمة اشكر. هاي دبل 66 عن جد هاي مخيفة. إذا شيء قديم أمريكي رح تكون هاي. هتلاقيني نكست ويك. هتلاقيني الاسبوع الجاي. في حدا حول واحدة للبيع هاي خبروني. هاي كاستم ميد بس تكون جاهزة هيك. تكون جاهزة؟ بركي هو بده يبيعها طيب.
بارح عشان عمار عشان مرتب تونة كيف عليها رح يزبطنا بالأحسن اليوم. إيش عمار؟ أنا ما جربناها على الطريق مفروض ماشي غير نسجلها أول وين نجربها على الطريق؟ نستنى النمرة بستيج النمرة في واحد رتبنا الموضوع لازم ياخذ كوميشن زيادة. تعرف أنا إيش قد راح أطلبه؟ عمال كاستم تيون طلعوا الفرق. هلا بتنسى السيارة 477 لو الجو ابرد فيها 20 حصان يمكن. بس الفكرة انه ما عليه كرانك هاب هلا فيني نطلع اكثر او تورك كمان. تورك كان 340 اتوقع صار 470 فوت باوند. هذا الجراف هلا طلعوا الفرق كثير فرق صراحة وبس بنتيون اه لازم اروح كراج. عمار رح كمل معاكم اشرح لكم شو سوى شوفكم كمان شوي. جبنا السيارة كان عليها تيون فايل من داينن. رحنا على الداينو صراحة شوي الفايل غريب ما كان فيه تورك من الواطي. عملنا لي الكاستم تيون فايل وصلنا تقريبا 400 احسن 477 او 478 والحرارة 40 اليوم فاكيد مش هنوصل 500 والتورك تقريبا زاد اكثر من 120 فيت باوند. سو عم نحكي عن 50 حصان 60 حصان و 120 فيت باوند تورك و 120 فيت باوند تورك يعني كافيين انه الواحد يحس بفرق كثير منيح. حنركب كرانك هاب نيكست ويك ونشوف جو افضل من هذا اليوم ومفروض نوصل اكثر من 500. اوكي الحمد لله مثل ما شفتوا عمار خلص من داينو. صراحه انسوا الارقام فعلا على الشارع التورك شاف احمد صراحه فرق 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 كثير. ضل عمار يخوفني بكرانك هاب ما عليه كرانك هاب ما بنرفع ما بنرفع. فان شاء الله بالفلوج اللي جاي رح تشوفوا الشغل شو حنسوي فيها. حنسجلها لسه ما سجلناها المفروض بكره. مبروك الله يبارك فيك حبيبي. بس جد الحمد لله الحمد لله السياره بتعرف شو احلى شيء بالسياره بس تحطها على افشنسي افشنت شيء افشنت تصير كانه راكب 318 لازم نمر على مازدا الحراجين. طب تعرف ايش الحراجين مازدا مش عارف شو اللون اسويه صراحه غير لونها بكر ازرق اصفر في اكثر من خيار. اساعدونا بالكومنتس اذا في حدا عنده لون مميز فيه مرتب على آخرك. رحينا على محل اسمه ماستر موديفيكيشن سنتر وديت عليه الإيفو. صاحبي زمان زمان علي حجاوي بيشتغل فيه وعلي أنا بعرفه من نوع اللي فلسفجي بطريقة منيحة من النوع اللي بيطلع لك كل غلطة وكل يعني فلسفشي لدرجة نقطة صغيرة بيطلعها يعني. والمحل هلا حبرجيكم اياه بيشتغل شغل تنجيد كاربون فايبر تان ديتيلينج يعني اشي كثير فظيع صراحة يعني. انا بوديكم فرجيكم شو عم بيعملوا الايفو وقبل ما اسافر حودي الام 3 فيها كمان شغلة بدي اسويها كمان واغير لون جنطات بس هلا حنروح هناك فرجيكم شو وضعها. احمد انت اشتريت البي ام على مود لونها مو؟ اه والله زين هسه انا مستعمل اروح اشتريها انا ما حبيت البي ام دبليو جيت على السوبرا. اهلا اهلا Oh, when you're mad, you can put it behind you.
على هجاوي اللي كنت بحكي لكم عنه بشوي. ليش تحكي هيك على الرجال؟ انا بحكي بطريقه، انا حكيت انه فلسف فيه بطريقه منيحه. قال فلسفجي، لا قلت فلسفجي بطريقه منيحه انه بيطلع. لا لذر بينت. بدها شغل لذر بينت. بس بجيبوا اللون هذا؟ طبعا. ما عملتان. طيب اجينا على ماستر موديفيكيشن سنتر. مثل ما شفتوا علي اجا شيك على السيارة الام 3. حاطة المسافر عبارة عن ثلاث ويرهاوسز او ثلاث محلات. يبقوا هون راح بجيكم شو بيعملوا. هناك تنجيد، هناك شغل كاربون فايبر وفايبر. باي ذا واي هي مش دعايه، لا دافعين لي ولا عاملين ولا شيء، بس انا بدي افيدكم يعني. عشان فعلا هون الايفو وصلنا مرحله خلاص ما في نسوي اكثر من هيك. جبنا القطع بنقدر نجيبها، نفضناها، نفضل نقدر نسويها. لما توصل مرحله انك خلاص السياره هيك ما بتعمل اكثر من هيك، أكثر من هيك بجيبها لعلي. علي بيطلع لك عيوب وبسوي لك اياها. مكانها غلط. صح، مش تابع مع هدول. صح عمار صار بدي اعمل ام 3 تبعته. كل شغل فابريكيشن، يعني تفصيل كاربون فايبر، فايبر يعملوا كروش كاربون فايبر. طلعوا والشكل اللي بده اياه على بيها بلاي ستيشن. يا بلاي ستيشن. شوف هذاك الباص كيف، او الباص باص مدرسه. شوف المرسيدس هذاك طلعت كيف بصير. كل شغله عم جد تحكي طالع من الشركه. هون قسم دهان، كاربون فايبر، شغل مثل هيك. ماشي ماشي. شفت حدا بيشتغل هيك شيء هون؟ هلا اكيد فيه، بس نحتاج وحده للعمون. صح؟ نقعد نريح بين الجولات، حتى الخشب فصلوا اي شيء بعدين بنجدوه. انا هون انصدمت. والله هاي محلوها كامله كمان. طلعوا القماش. هون كل شيء بيستعملوا جلد اصلي. كله اصلي. قريب على السيارة. هاي ثالث سيارة اليوم. طلع هون. شفت هيك شيء حمد ولا لا؟ عنجد هاي الخزوق اللي هون، هاي الماكينة اللي بتعمل الشكل اللي بدك اياه. رهيب صراحة، حتى فيني احط اللوجو تبعي، فيني احط اي شيء. طلع كم واحد عم يشتغل. هذا كمان كله شغلهم. هلا هذا مستحيل تميز من نجد، صح؟ هذا فوق وتحت كله قسم التنجيد. طلع كم واحد عم يشتغل. شغل كثير بروفيشنال. طيب يلا نرجع عن علي. الماكينة الأجدد للتنجيد علي بيقول لي سي ان سي. البروسس مالت السي ان سي شلون بالضبط؟ هلا هناك الجلد بيجي الجرافيكس تبع نفس السيت، مثلا خلينا نحكي لجي كلاس، بدخل عليها الجرافيكس، بتاخذ هي بتعمل سكان، بروح على الماشين الثاني اللي هي هون الكاتر، بتحط الهايت تبع الجلد وبصير كاتينج. خلص بتصفي انه انت مثلا بدك جي 63 لقدام، هي اتس اوريدي سيفد وخلص. على طول بتحط كاتينج، خمس دقائق بكون طالع كل الجلد تبع السياره مقصوص جاهز. بعدين بيجي هون على الديزاين، بنعمل امبرودري، بنعمل اي ديزاين انت بدك اياه. هاي الماشين يعني الليتست بالعالم. خلينا نشوف بلكي. لا ما بظنش هذا احكي بالموضوع يعني بعرف من الكاميرا يعني. لا اوكي. مثل ما شفتوا هلا طلعنا من عند علي، شاف السياره، شرح لي شو حيعمل بالايفو. صراحه شغل اجن حضرني احكي، يعني شغل كثير مرتب. وعمار اقتنع اخيرا، صار لي 3 4 ايام بدي اجيبه هون. خلصنا تسجيل الام 3، فشلت بالار تي اي اول مره على فكره امبارح. خلينا نقول شو ما فيهم شيء، بس قدام وفيهم شويه كراكس تشققات، ففشلوها، غيرنا تايرز، خلصنا كل شيء، خلص انتهى اليوم. تذكروا السياره هاي بكل فلوج عم بطلع فيها عم بحكي ان شاء الله اشتغل فيها. واخيرا بلشوا يركبوا البواب والوادي كيت وشغل كل هذا. والله لا مش كل هذا، كل هذول. سلام. كيف حالك؟ تتجمع هلا كامله وادي.
قد راس عمار. اي حطها راح احكي لك قص راسك. طالع حلو بالكاميرا يا. لا مستحيل. مش هارون ما خدش ولا شيء طلع ولا شيء خدش. خاطر صوت غلط. تقول ما عنده مواعي. يا كريه عندك مشي؟ شلونك؟ اهلا احمد شلون صح؟ اهلا عيني.